ازيكم يا مواليد برج الحمل، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الحمل يوم الاربعاء 18 مايو ايار 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 21 مارس ل 31 مارس. هتتعاون النهارده بشكل فعال جدا جدا في يومك ده. هيتبين ليك جميع اشكال التعاون اللي هتبقى فعالة، لان اهدافك في الفترة دي هتبقى بتتوافق بشكل كبير جدا وبتتزامن حتى مع اهداف كل الاشخاص اللي حواليك. فبنصحك انك تبقى بتغتنم الفرصة دي، كونك هتبقى مفعم دايما بالصحة والحيوية، وحتى ذهنك النهاردة هيبقى فيه خلو حلو جدا جدا. هتقوم في المرتبة الاولى بانك تنجز كل اعمالك الخاصة بفريقك في الفترة دي، وهتجري مشاركات كتيرة تعتبر خاصة فيك متناغمة جدا ومثمرة جدا، خليك مستعد ليها. توقعات العشرية التانية مواليد 1 أبريل ل 10 أبريل، هيحصل تناغم وتوافق طبيعي جدا ليك النهاردة. انت هتبقى قادر علشان تندمج بسهولة مع فريقك في الشغل من غير أي نوع من أنواع النزاعات. هتسود خلال الموضوع ده أجواء تناغم وتوافق مع كل الأشخاص اللي حواليك. ممكن إنك تستفيد النهاردة من التأثرات الإيجابية دي في نشاطات تبقى ترفيهية مذهلة أكتر، أو حتى في العمل علشان تدفع الأمور دي تكون فرد منتج أكتر. توقعات العشرية الثالثة مواليد 11 أبريل ل 19 أبريل، هتقوي كل الروابط الاجتماعية اللي بينك وبين كل الأشخاص اللي حواليك. انت هتبقى على وفاء وانسجام كبير جدا مع كل محيطك في الشغل، سواء على مستواك الشخصي أو حتى المهني. هتنتفع من التناغم ده علشان تعرف تقوي كل علاقاتك وكل الروابط اللي بتبقى قايمة بينك وبينهم، علشان تتسلح أكتر في الأوقات اللي بتعتبر فيها عصيبة أكتر، واللي هتكون فيها مجموعة الأبراج الكونية تعتبر غير مباشرة وحتى الأحوال مش في صالحك.